السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول في برنامج أرينو. قبل ما نبدأ في التفاصيل أو نبدأ في شرح البيزكس للأرينو، في بعض الأساسيات اللي هنبدأ فيها في السيتنج. فورمين تولز أوبشنز، فبتظهر هذه القائمة. أولا بنتحدث عن النادج. النادج هو القيمة ديفولت، هي ألت أند رو. النادج هو أداة أو ميزة بتمكننا من تحريك العنصر يمينا أو يسارا أو في مستوى السي بلين أكسس. السي بلين اللي هو الجريد بهذا الشكل، بنحرك العنصر في السي بلين. النضج كمعظم العناصر في السكاي مثل الفوتوشوب، فبنخلي أرو كي يعني بالأسهم فقط من غير الألت كي. في الستيبس، تحريك العنصر بالسهم بيحرك مليمتر، بالكنترول والاروكي بيحرك 0.1 من المليمتر، الشيفت بيحرك 10 مليمتر اللي هو قيمة 1 سنتي. خلينا نجرب هذا الكلام في هذا العنصر. فالاروكي يمينا ويسارا، الاعلى والاسفل او يمينا ويسارا. شيفت رايت كليك بيحركوا 10 مليمتر، كنترول بيحركوا 0.1 مليمتر. ممكن نحذف هذه العناصر، كنترول سي كنترول في، ثم يتم تحريكه بالشيفت 10 مليمتر، ثم 1 مليمتر الأعلى، ثم كنترول 5 مليمتر. وطبعا بيذكر هنا التتابعي 0.7 مليمتر أو 0.8 مليمتر على حسب عدد الضغطات. ثانيا هنتحدث عن الدوكيمنت بروبرتيز من نفس الخاصية أو من نفس القائمة. في هنا الدوكيمنت بروبرتيز، وأيضا في الرينو أوبشنز بنتحدث عن اليونتس. هنا المليمتر ممكن نغير المليمتر أو اليونت على حسب الأوبجكت اللي بنعمل عليه، ممكن فيت أو ممكن إنش أو ممكن ميل، ممكن ياردة أو ممكن مايكرون أو مليمتر سنتيمتر كيلومتر، على حسب المشروع اللي بنكون شغالين عليه. أنا هترك المليمتر وهي باي ديفولت. في أيضا من الفيو ديفولت كاميرا لينس هو البعد البؤري. لو ذكرنا إن هو 25 فبيكون البعد البؤري 25. لو قلنا إن البعد البؤري 100 مليمتر فبيكون اكثر، في بيكون في زوم. طبعا الجزء الثالث اللي هنتحدث عنه وهو من الرين اوبشنز وهو الابيرنس الكالرز. الباك جراوند جراي، هنخليها لايت جراي بهذا الشكل، ممكن وايت لكن انا شايف ان اللايت جراي مناسب. ده الجزء اللي هنتكلم هنتحدث عنه. في عن طريق ايضا هنتحدث عن layers. عادة بتكون جميع layers باللون الاسمر by default. ممكن طبعا تغيير layer color لأي لون، لكن بما اننا شغالين على الباكجراوند جراي او وايت فهنستخدم جميع الالوان هتكون بالبلاك، بحيث يكون في ظهور في الالوان. لو الباك جراوند باللون الاسمر فممكن تغيير الكالرز تكون لون اي لون، سواء كان ازرق او اصفر او ريد. بنكون كده انتهينا من اول الدرس، وفي درس قادم ان شاء الله بنتحدث عن السيليكشنز وطرق السيليكشنز.